في إطار التوتر الدبلوماسي بين تونس والمغرب وما عرفه من شد وجذب، وجب علينا العودة إلى التاريخ واستحضار شخصية مهمة في هذا الظرف التاريخي، وهي شخصية زينب النفزاوية. هي ببساطة سيدة ملكت قلوب الأمراء والرجال في زمانها، وصنعت من حياتها صهيل مجد لخيول بألف فارس وفرس. رفع لها سقف المهر في كل قبيلة ففاق ألف بعير وما يزيد، وهي صوت نسائي تردد في بلاد المغرب الأقصى قادمة وآتية من شرق تونس. هي الحسناء والفاتنة والبضة والقادرة على هلاك القلوب مهما كان تاجها من اللؤلؤ والياقوت، وهي عين العقل. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على جوانب من شخصية زينب النفزاوية، وكيف تزوجت ثلاث رجال تباعا، وكيف أوحت ليوسف بن تاشفين بتأسيس مدينة مراكش. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها مساهمة في نشر هذا المحتوى التاريخي والتحليلي. هي زينب بنت إسحاق النفزاوية، ولدت عام 464 هجرية الموافق ل 1072 ميلادية، وتعود جذورها إلى قبيلة نفزاوة الأمازيغية بأفريقيا التونسية، وهي تعد من أشهر القبائل خلال العصور القديمة في منطقة شمال إفريقيا والتي عاشت في بلدان المغرب. والدها إسحاق الهواري من التجار الكبار والمشهورين في إفريقيا، وكان صاحب رفعة ووجاهة ومن كبار القوم. وبسبب الحروب الضروس والتي اشتدت خلال تلك الفترة واستبداد قبائل بني هلال على شمال إفريقيا حين طردوا من مصر خلال الحكم الفاطمي، فقد هاجر والدها إلى منطقة أغمات بالقرب من مراكش بحثا عن أمان أولاده وعائلته وماله وتجارته. تقول بعض الدراسات والأبحاث المهتمة بتاريخ المغرب القديم إن زينب النفزاوية كانت ذا حسن وجمال وثقافة عالمة، وكانت آية من آيات البهاء في زمانها، تغنى بها الشعراء وسحرت الألباب والأفئدة والأمراء. وشكل الجمال الذي كانت تتمتع به يعني زينب حافزا قويا على بلوغ أعلى المراتب، بل واتهامها بالسحر، بل إن كبار الأمراء في زمانها كانوا يتوددون للاقتراب منها أملا في الفوز بقلبها والعيش بقربها إن كان الحظ يسعفهم. كما كانت فاتنة العالم آنذاك وسط عائلة من أهل العلم والجاه والتجارة والسياسة، فكانت قريبة من الأمراء والأعيان، وهو ما مكنها من أن تتبوأ مكانة مهمة في المجتمع وتكسب خبرة في مجال السياسة والحكمة والفلسفة والثقافة والحساب وتدبير أمور الحياة والمجتمع. كانت زينب وراء فكرة تأسيس مدينة مراكش في البداية على يد زوجها الأول أبي بكر بن عمر اللمتوني أمير الصحراء، ثم زوجها الثاني يوسف بن تاشفين وهو سلطان الدولة المرابطية والذي جعل مراكش عاصمة لملكه. تشير بعض الدراسات إلى أن زينب في البداية قبلت بزواج أحد الحكام الكبار بمنطقة أغمات والتي حلت بها رفقة والدها الهارب من بطش الفاطميين، ثم تزوجت من بعده بأمير أغمات المسمى لقوط المغراوي، ثم تزوجت بأمير الصحراء في ذلك الوقت أبي بكر بن عمر اللمتوني، لتتزوج فيما بعد ابن عمه في السلطان يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقي لمدينة مراكش. ولأن زينب النفزاوية كانت قوية
تلين في حضرتها قلوب الرجال الحديدية من الحكام والملوك والأمراء والأثرياء وكبار القوم، فقد كان يؤخذ رأيه في الكثير من الأمور. وبهذه السلطة التي أصبحت تتمتع بها أشيع عنها ممارسة السحر والكهنة وغيرهما، إلى درجة تلقيبها بالكاهنة والساحرة أو التي أصابها مس من الجنون. لكنها كانت مجرد إشاعات وأساطير في مجتمع كانت تسيطر فيه الأمية والجهل وقصص الجن والعفاريت. ولكن الراجح أن محبوبة أغماس، والتي اتهمت بمعرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل وممارسة الشعوذة والدجل وطقوس الخرافات، لم تكن كما كان يعتقد الناقمون عليها أو المنبهرون بما وصلت إليه من مجد وتقدير لكبار القوم في أشهر القبائل، بل كانت أهلا لكل خير، وذلك لما كسبته من عائلتها التارية ومن محيطها ومن ثقافتها ومن بعد نظرها، وكذلك من حزم في التعامل مع الأعداء والمقربين والعشاق. ومن القرارات الحازمة والناجحة لزينب أن يوسف بن تاشفين ابن عم أبي بكر بن عمر اللمتوني، الزوج السابق لزينب والذي كانت تعرفه عن دراية، كان مهددا بالعزل من قبل أبي بكر. فحين سمع أبو بكر بأمر يوسف الذي تمدد سلطانه، خرج من الصحراء قاصدا أغمات لاختبار قوته. وقد علمت زينب بهذا الأمر، فشاورها زوجها يوسف بن تاشفين في أمر أبي بكر وحيلته، فأفصحت له عن ورع أبي بكر في سفك دماء وقتل المسلمين، ونصحته بالتودد إليه وإرضائه حتى لا تقع مصيبة أو أي مكروه. وجاء في كتاب الاستقصال أخبار دول المغرب الأقصى للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري أن زواج يوسف بن تاشفين من زينب كان عنوان سعد بالنسبة إليه، وأنها القائمة بملكه والمدبرة لأمره والفاتحة عليه وبحسن سياستها لأكثر بلدان المغرب، وفي ذلك مشورتها له في أمر ملاقاة أبي بكر أمير الصحراء من غير حرب ولا سفك للدماء. وفي هذه النازلة التي روتها دراسات عدة، يقال إن يوسف قد تودد إلى أبي بكر بحسن الأدب وما أغدق عليه من الهدايا والأموال والإبل، وهو ما جعل أبي بكر يثق فيه ويوصيه خلال اللقاء بالاهتمام بأمور الرعية والعدل وليكون خليفة عليهم، بينما عاده وأدرجه إلى الصحراء لمواصلة الجهاد ضد كفار السودان حتى استشهد في سبيل الله. وذكر ابن خلدون مضامين هذه القصة في أحد مؤلفاته قائلا: حتى إذا ارتحل إلى الصحراء سنة 453 هجرية، واستعمل ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب، نزل له عن زوجه زينب هذه، فكان لها رئاسة أمره وسلطانه وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من الصحراء في إظهار الاستبداد، حتى تجافى عن منازعته وخلص يوسف بن تاشفين ملكه. وأجمعت الدراسات التاريخية المختلفة على قوة شخصيتها، فكانت فعلا سيدة نساء حقبتها، فاتنة وذكية ومثقفة ولبيبة وقوية وذات رأي صائب وفكر راجح ودراية بالسياسة وبالتجارة، كما وصفت بالحمق والجنون حين كانت تؤكد أنها لن تتزوج إلا من يستطيع أن يبسط سلطته على أرض المغرب آنذاك، فكان لها ما أرادت. أنجبت زينب من زوجها يوسف بن تاشفين ثلاثة ذكور، وهم تميم والفضل والمعز بالله، فربتهم أفضل تربية وعلمتهم السياسة والكياسة وتدبير أمور الرعية والأزمات، مما ساعدهم وقوى عودهم في تدبير شؤون العباد، خاصة الأمير تميم الذي تولى الملك
خلافا لأبيه يوسف بن تشفين. بهذا تبقى فاتنة أغمات واحدة من أشهر وأجمل نساء عصرها، فقد تمكنت برجاحة عقلها وذكائها الخارق وحنكتها وتبصرها من المساهمة في بناء حضارة مراكش وإمبراطورية المرابطين، وهي لا تزال شامخة حتى اليوم. ألا يمكن أن نستفيد من درس التاريخ ومن شخصية زينب النفزوية في أوقات الضيق وفي أوقات التوترات؟ هذا هو المغزى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.